أكثر من 20 يوما من المواجهات شهدتها محافظة شبوة اليمنية، والحصيلة قتلى زاد عددهم عن 20 وإصابات بين مسلحين ومدنيين. المواجهة الأخيرة تمثلت باشتباكات متتالية بين قوات العمالقة المدعومة إماراتيا وعناصر من القوات الخاصة وقوات ما يسمى بمحور عتق. آخر التطورات على هذه الجبهة لم تكن تبادلا لإطلاق النار كما حدث في الأيام القليلة الماضية، بل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية أدت لمقتل أحد أفراد قوات دفاع شبوة وإصابة 2 آخرين. الهجوم الأخير تزامن مع إطلاق تلك القوات ومعها قوات من ألوية العمالقة عملية عسكرية في مديرية الصعيد من أجل مكافحة الإرهاب حسب قولها، حيث تدور اشتباكات بينها وبين عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة. الأوضاع الأمنية تشتد تأزما في شبوة، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل 21 جنديا من قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وستة من عناصر تنظيم القاعدة في هجوم استهدف موقعا أمنيا في محافظة أبين جنوب اليمن. المجلس الانتقالي أعلن إطلاق عملية عسكرية في المحافظة المتأججة لتطهيرها مما وصفه بالتنظيمات الإرهابية، مضيفا أنها تأتي بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية دون ذكر تفاصيل أخرى. وكانت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قد أطلقت قبل نحو 3 أسابيع عملية عسكرية جديدة في محافظة أبين ضد ما أسمته بالتنظيمات الإرهابية في المحافظة، في ثاني عملية عسكرية خلال شهر بعد عملية شبوة وإحكام السيطرة عليها.